الكونفيجريشن بقى زي ما اتفقنا اللاب اللي احنا هنعمله، هعمل اتنين سيرتيفيكت اوثوريتي، واحد هيبقى روت سيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر، وده هيبقى ستاندرد، ده هيبقى ايه؟ وده اللي هيوزع تحته على ال issuing certificate authority، وده انا هعمله enterprise عشان استفيد يعني من الخدمات اللي هي انها تنتج من دمج ال enterprise certificate authority مع ال active directory، تمام؟ وهو ده اللي هخليه ال issuing certificate authority، تمام؟ نمسك بقى واحد واحد على CE1 هنا في الملف انا اللي اقصد بيه يعني اللي هو الروت سيرتيفيكت اوثورتي، تمام؟ اول حاجه هسطب السيرفس. حاضر، نمشي بقى خطوه خطوه لان فعلا من ادخم اللابات اللي موجوده عندنا في الكورس. بالمناسبه انا مجهزه دلوقتي مكانتين، مكنه روت سي اي ودي ستاندرد اون ما هياش نمبر بتقول، والمكنه الثانيه ايشو سيرتيفيكت اوثورتي هي دي الاكتف دايركتور، وهسطب عليها كزعم التوفير يعني للمكن هي دي نفسها اللي هسطب عليها السي اي، لكن في الواقع ما حدش يعمل كده. خلي السيرتيفيكت اوثورتي جهاز ممبر من الدومين عشان السكيورتي، تمام؟ هاجي على الروت سي اي، قلنا تاني اول حاجه هعمل ايه؟ هسطب هنا نكست، هسطب هنا اكتف دايركتور السيرتيفيكت سيرفيسز لصلاح. ولو شفتك ماسك الموبايل تاني وانا بشرح عشان ايه؟ بص في الشاشه. هقول له هنا ايه؟ اكتف دايركتور سيرتيفيكت اوثورتي، قال لي هضيف لك شويه رولز دي، ماشي يا عم. نكست. دي الرول الرئيسيه اللي لازم تتصب، مينيمم بوليس لازم تتصب، دي السيرفيس، تمام؟ طيب دول بقى بوليسي ويب انرولمنت، ويب انرولمنت وويب سيرفيس. الاثنين اللي في النص دول انا بحتاجهم علشان ان انا اسطب طريقه تعمل لي انرول، يعني عن طريقها مثلا عشان اليوزر يقدر ان هو ينرول نفسه اصلا او يطلب سيرتيفيكت، واغلب الوقت اساسا واسهل طريقه زي ما اتفقنا على طريق الويب سيرفر. لو انا اخترت الاختيار ده ويب انرولمنت، ساعتها اليوزر بيقدر ان هو يسطب او يطلب سيرتيفيكت عن طريق الويب. طبعا انا في حالتي مش هسطبهم لان مش عايزه اليوزرز اساسا يطلبوا سيرتيفيكت من الويب سي اي، تمام؟ البوليسي اتكلمنا عن البوليسي من شويه، صح؟ طيب ديفايس انرولمنت دي انا بحتاجها لما اكون ناويه ان انا ادي سيرتيفيكتس للنتورك ديفايسز، سويتشز، راوترز، فاير وول، تمام؟ اللي بعديها اونلاين ريسبوندر. ايه الاونلاين ريسبوندر ده بقى؟ في عندي حاجه اسمها سي ار ال سيرتيفيكت ريفوكيشن. ايه السي ار ال ده بقى؟ مش احنا من شويه قلنا ريفوك يعني ايه؟ يعني الشهاده دي خلاص بقت كومبرومايز، حصل عليها هاكينج، او اليوزر ده ريتاير وانا عايزه اعمل ريفوك او ديسيبل للسيرتيفيكت دي، تمام؟ هتتحط عندي جوه فولدر، الفولدر ده اسمه سي ار ال، الفولدر ده اسمه ايه؟ سي ار ال، جواه كل الشهادات الاكسبايرد. فاليوزر المفروض ان هو بيبدا ان هو يعمل داونلود للسي ار ال ده عشان يشوف ايه هي الشهادات اللي مش هيبقى ترافيك فيها بعد كده. يعني لو جينا نفتح ال ام ام سي، احنا قلنا الجزء ده اللي هو مين؟ الترستد. طب وده؟ بصوا دي الحاجات اللي هي ايه؟ الانترستد بالنسبه له بقى خلاص الريبورت بالنسبه له. هتلاقي جواها كل السيرتيفيكتس المفروض ان هي بقت اللي هي بقت خلاص ايه؟ ده السيرتيفيكت وده الانترستد، تمام؟ دي الحاجات اللي هي ايه؟ انترستد خلاص بالنسبه له، فاليوزر نفسه بيبدا ان هو يعمل لها داونلود، تمام؟ في طريقه ثانيه بخلي اليوزر بيها الكونتاكت برضه على السي ار ال، بس بطريقه افضل بقى اللي هو ان انا بسطب حاجه اسمها اونلاين ريسبونس، اسرع وافضل من السي ار ال اللي هو يعمل لها داونلود بطريقه عاديه. يبقى تاني اونلاين ريسبوندر ده معناه ايه؟ ميكس سيرتيفيكت ريفوكيشن تشيكينج داتا اكسسبل تو كلاينتس، تمام؟ يبقى تاني اليوزر لو عايز يتشيك على السي ار ال ممكن يتشيك عليها عن طريق كمان الاونلاين ريسبوندر، ودي اسرع وافضل من ان هو يتشيك عليها ويعمل لها داونلود بطريقه عاديه. تمام؟ انا في حالتي هسطب مين؟ السيرتيفيكت اوثورتي. نكست انستول. تمام؟ لغايه ما يسطب كده نشوف ايه الخطوه الثانيه اللي بعديها. كونفيجر ذا روت ستاند الون سيرفر. بعد ما يسطب هيظهر عندي هنا نوتيفيكيشن كده، هضغط عليه عشان اكونفيجر السيرتيفيكت اوثورتي سيرفر ده.
يعني ايه اكون في جروب؟ اعتبر ايه البوليسز اللي هيمشي عليها، بمعنى ايه هو الهاشنج الجوريزم اللي هيشتغل بيه، حجم الكي، البرايفت كي، الكلام ده كله تمام. فوقف بقى كده لغايه ما يخلص، وبعد كده خلص. بعد ما خلص كلوز، قلنا تاني ياسر عندي هنا دوكتيشن كونفيجر اكتف دايركتور سيرتيفيكت. او على فكره من الشاشه اللي كانت قبل ما اقول له كلوز، كان في النص كده تابع يعني اخضر او لينك كده، اضغط عليه يقول لي كونفيجر برضه تمام. طيب نيكست، انهي سيرفيس اللي انت عايزه تعملي لها كونفيجريشن؟ ما انا اصلا ما خططتش غير السيرتيفيكت اسرتي صح. نيكست، طب انت عايزاه انتربرايز ولا ستاندرد؟ لو تاخدوا بالكم انتربرايز مقفوله، لان الجهاز ده ما هوش لا دومين ولا هو ميكرو دومين، فما فيش قدامي غير ايه ستاندرد. نيكست، طب انت عايزاه روت ولا سب اورنت؟ روت، ما انا ما عنديش اساسا روت صح. نيكست، استخدمي برايف اكريت لي برايفت كي ولا تستخدمي برايفت كي كعادي؟ انا ما عنديش اصلا برايفت كي، ده مكنه لسه جديده خالص. نيكست، طب ايه هي الالجوريزمز اللي انت عايزه تشتغل بيها صح؟ هاشنج الجوريزم هو واقف باي ديفولت على اس اتش اي 256، افضل واحد طبعا اس اتش اي 512. كل ما بعلي نوع الانتركشن والهاشنج السكيورتي بتزيد، بس في نفس الوقت البرفورمانس بيقل. تمام، حجم الكي 2048، الريكومندد دلوقتي نشتغل ب 4096، السكيورتي الريكومندد نشتغل ب 4096. تي ال اس، ما هو كل ده بصي انا بسطب دلوقتي السيرفر من ضمن تطبيقاته هشغل عليه تي ال اس، انما انا دلوقتي بسطب السيرفر ذات نفسه تمام. فحجم الكي انا هسيبه هنا على الديفولت، بس ريكومندد 4096، انا هسيبه على الديفولت عشان البرفورمانس بس. لو انا حطيت هنا علامه صح يبقى ساعتها الادمنستريتور يقدر بعد كده انه يغير البرايفت كي، الادمن بعد كده يقدر يغير ايه البرايفت كي. نيكست، الكومن نيم، الكومن نيم ده هو بعد كده اللي هيسمع على السيرتيفيكتس اللي هتتوزع، فالاسم ده يهمني جدا ان انتوا تكونوا مظبطين صح. زي مثلا انا بحطي هسيبه زي ما هو روت سي اي تمام. لو كان الجهاز ده ممبر من الدومين كان هيظهر لي هنا ديستنجوش نيم، فاكرين الديستنجوش نيم؟ مش هيظهر هنا حاجه لان الجهاز ده مش دومين ولا ممبر من الدومين تمام. نيكست، البرايفت كي ده او السيرتيفيكت ده هتفضل بالغ لمده قد ايه؟ يعني 20 سنه كويس. ده السيرتيفيكت بتاع السيرفر ذات نفسه، لان السيرفر ذات نفسه اول ما بسطبه بيعمل اول حاجه خالص بيروح عامل لنفسه شيء سيرتيفيكت، اول حاجه خالص بيعمل لنفسه ايه سيرتيفيكت، هتبقى بالغ لمده كذا تمام. نيكست، طب مش احنا لسه قايلين ان السيرتيفيكت الكلاينت هيطلبوا سيرتيفيكت، السيرتيفيكتس دي هتتحط فين؟ هتتحط تحت ويندوز، تحت سيستم 32، تحت سيرت لوج. طب وبالنسبه لللوجز في نفس المسار، يبقى دي الداتابيس بتاعه السيرتيفيكتس دي تمام. نيكست، كونفيجر كده الخطوه الثانيه خلصنا تمام. لو انا جيت دلوقتي هنا على السيرفر تولز ودخلت على سيرتيفيكت اوثورتي كان هيدي ايرور لو ما كنتش عملت كونفيجريشن للمنصه دي، مثلا ريفوكت سيرتيفيكت، ايه ريفوكت سيرتيفيكت؟ الشهادات اللي خلاص انضربت تمام. لو عملت عليها كليك يمين بروبرتيز هلاقي هنا كمان بيقول لي ببلش دلتا سي ار ال، بيقول لي سي ار ال بابليكيشن انترفال هتتببلش للكلاينت كل قد ايه، والدلتا سي ار ال هتتببلش كل قد ايه. يعني ايه السيرتيفيكت بتاعت السي ار ال ده؟ احنا قلنا ان الكلمه اللي بيتحط جواها السيرتيفيكت اللي اترفضت خلاص صح؟ هيجي في وقت من الاوقات حجمها هيزيد قوي مش كده؟ عشان كده اليوزر بدل ما يعمل داونلود للسي ار ال بالكامل ممكن يعمل داونلود للدلتا سي ار ال. ايه الدلتا سي ار ال؟ دي بيبقى جواها السيرتيفيكت الجديده اللي لسه معمول لها ريفوكيشن جديد من اخر مره اتعمل لها بابليكيشن. يبقى الفرق ما بين السي ار ال والدلتا سي ار ال، السي ار ال هو كل الشهادات اللي انضربت الريفوك ده خلاص، انما الدلتا سي ار ال بيبقى جواها الابديت اللي فات تمام. فانا الاول هتاكد ان انا مش حاطه هنا علامه صح لان انا اوريدي ما عنديش دلتا سي ار ال صح. لو جيت هنا بقى على اسم السيرفر ذات نفسه كليك يمين بروبرتيز، اول حاجه خالص زي ما قلت لكم السيرفر عمل لنفسه سيرتيفيكت بياخد رقم 0. لو قلت له هنا فيو سيرتيفيكت
تو للسيرفر وديت مروب سي ايه ايش الباي للسيرفر وديت مروب سي ايه بقى انا عاملها لنفسي. ولو دخلت هنا تحت سيرتيفيكت بس ده عاده حاجه مش طبيعيه عاده اللي احنا بنشوفه ان بيبقى فيه بس انا ما عنديش بس لان السيرفر نزل نفسه هو اللي ببلش هو اللي اصلا السيرفر هو اللي عمل ايش لنفسه ما عنديش مسار مشي عليه لغايه ما وصل للكلاينت تمام وحاله السيرتيفيكت اوكي اهم تابة بقى في الليله دي كلها اكستنشنز اهم تابة هي مين اكستنشنز هنلاقي فيها حاجه اسمها سي دي بي وحاجه اسمها اي 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 نمسك الاي اي اي الاول مش السيرتيفيكت دي بتتحط عندي جوه مسار اليوزر محتاج يطلب سيرتيفيكت اليوزر محتاج ايه يطلب سيرتيفيكت فالمفروض ان هو بيكونتاكت مع السيرفر فيدخل على الاثوريتي انفورميشن اكسس يدخل عليه ازاي يا اما يدخل على المسار بتاعه يا اما عن طريق يطلع طريق بروتوكول ال دي وطبعا ده مش هيبقى مناسب ليا لان انا مش اكيد دارك ال دي ده بروتوكول من اللايف نت لو تفتكروا كان اكيد دارك صح او عن طريق بروتوكول اتش تي تي بي او عن طريق فايل تمام انا ده كله مش مناسب ليا المفروض ان انا اغير كل ده ليه لان بعد كده اليوزرز هيطلبوا السيرتيفيكت مين من الاشوي فالمفروض ان انا هقول هنا ايه لا روح اطلب السيرتيفيكت من الفيرتشوال دايركتوري في الاي اي اس سيرفر اللي انا هسطبه على سي 2 انا هاجي على سي 2 اكريت عليه ويب سيرفر ويب براوزر الاي اي اس يعني الكترون الاي اي اس تمام وبعد كده هكريت فيرتشوال دايركتوري اليوزرز بيقدروا ان هم يطلبوا الشهادات بتاعتهم عن طريق تمام ده بالنسبه للاي اي اي ونفس الكلام بالنسبه للسي دي بي CRL distribution point ده برضو نفس الكلام بس بالنسبه للسيرتيفيكت ريموف ده بالنسبه لمين السيرتيفيكت ريموف فالمفروض ان انا هعمل ريموف لكل ده وابدا ان انا اشير مسارات مختلفه على سبيل المثال لو قلت له ايه وابدا ان انا اقول له هنا اوبشنز من دول بدل ما انا اضطر ان انا احفظهم بقى اوريهم لكم وفعلا فعلا يعني الجروب اللي قبلكم على طول وريته لهم بالطريقه دي تمام فبدل ما نخبط نفسنا انا عملتهم على هيئه سكريبت لو جينا هنا كده سكريبت دول اربع سكريبت انا مجهزاهم وعامله لهم الامتداد سي ام دي لو جينا نبص مثلا على السيرتيفيكت الاولانيه على سوري ال اوبن ويز تمام دي تول اكتر من رائعه اسمها سيرتش يوتيلي بالمناسبه ابتداء من ويندوز سيرفر 2012 بقى في اوامر باور شيل اصلا مخصصه للسيرتش بس انتوا عارفين طبعا اوامر الباور شيل بتبقى كومبليكيتد انا عامله ازاي صح فلا زال من زمان قوي والتول بتاع سيرتش يوتيلي هي تقريبا افضل تول بنستخدمها مع السيرتيفيكت اوثورتي فانا في الامر الاولاني هظبط المسار بتاع السي دي بي بتاع السيرتيفيكت ريبوزيشن ليست هحط المسار ايه هو ويندوز سيستم 32 سيرت سيرفر سيرت انرول 3 و 8 ده عباره عن ايه؟ فاريبل صح؟ ايه 3 و 8؟ يعني من الاخر بروبرتيز اكستنشن اند انا بحدد انهي اوبشن من دول 3 يعني كاني بالظبط بقول له في ايه ترانكيتد منين ده؟ 8 يعني عنده رقم كمان فبدل ما نقعد نضيف واحد واحد بايدينا زي ما اتفقنا لا في السكريبت هنا انا بضيف 3 وبضيف 8 تمام وبرضه هضيف مين ان اليوزرز يطلبوا السي ار ال مين من الموقع اللي انا كمان شويه هعمله اللي هو www.tshop.com على الفيرتشوال دايركتوري اللي انا هكريته هناك اللي اسمه بي كي ار تمام ونفس الكلام تاني بالنسبه للسيرت بابليكيشن يو ار ال وبعد كده المفروض ان انا بعمل ستوب للسيرفيس وبعد كده بعمل ستارت للسيرفيس تاني تمام فتعالوا نرن السكريبتيه دي كده واجي بس اقول له بوز اجي اقول له بوز هنا عشان بس اشوف ايه اللي بيحصل دوت سي ام دي او طبعا ممكن تخلوها بيت عادي يعني مش فارقه تمام كليك يمين على السكريبتيه رن اوبس هو انا واخده كوبي بس تمام كليك يمين على السكريبتيه هنا جوه المكان ران اس ادمنستريتور
لو تاخدوا بالكم ماشي يا عم بص خلاص لو خلصت ماشي لو تاخدوا بالكم بيقول لي الاولد فاليو كانت كام وبعد كده النيو فاليو كانت كام صح مرتين لان انا مغيره المسارين مش كده وبعد كده عملت ايه هنا ستوب للسيرفيس وبعد كده ستارت للسيرفيس كومبليتد سكسسفلي خلاص لو جيت هنا بس ريفرش بروبرتيز اكستنشن بصوا ايه اللي حصل غير المسار تمام ده اول سكريبت هنستخدمه بعد كده السكريبت الثاني تو كوبي ذا روت سي اس سيرتيفيكت تو ذا سي اكسبورت دايركتوري ده عباره عن ايه المفروض دلوقتي ان السيرفر كاريت 2 سيرتيفيكت خاص بيه السيرفر اللي انا عملته دلوقتي كاريت ايه 2 سيرتيفيكت خاص بيه فالمفروض ان انا هاخد كوبي من الاثنين سيرتيفيكت دول واروح احطهم على ايشوينج سي اي واروح احطهم على مين الايشوينج سي اي بدل ما ادور على وصفهم بايدي ومش عارفه ايه والكلام ده انا برضو مجهزه ده جوه سكريبت السكريبت الثاني كوبي طب الاول بس اعصر الامتداد تكست تمام فانا قلت له هنا داير اعرض تحت السي تحت سيستم 32 مش احنا قلنا ان السيرتيفيكت بتاعتي هتتحط تحت سيرت سيرف تمام تحت سيرت انرول واعرض لي هنا اي حاجه امتدادها سي اور ستارت الاول وستارت الاخر لان هيطلع لي عشان اتنين واحده الاثنين بامتدادين مختلفين يعني تمام واقول له بوز عشان الاول يعرض لي الملفات وبعد كده اقول له اكس كوبي اكس كوبي ده امر بتدوس لي كوبي كبير لي الملفات اللي تحت المسار ده حطها لي تحت السي تحت الفصل اللي اسمه اكسبورت تمام نجرب كده ان انا ارن السكريبتايه دي قال لي في الاول هنا لما قلت له داير قال لي انت عندك ملفين اهم روت سي اي دوت سي ار ال وروت سي اي اندرسكور روت سي اي الامتداد بتاعها سي ار تي تمام بوز لو ضغطت انتر عشان يكمل قال لي اكس كوبي طب بيقول لي ده دايركتوري ولا فايل لان انا اكسبورت مش موجود عندي انا ما كنتش كريت اكسبورت تمام طب ده ايه دايركتوري ولا فولدر لا ده دايركتوري لو جيت هنا على السي اكسبورت جواه شهادتين اهو تمام دول اللي انا انترستد فيهم خلاص هاخد بقى الملفات دي وادخل على الجهاز الثاني باك سلاش باك سلاش 168 دوت 1 دوت 110 على السي الدولار ساين بتاعه انا كده داخل على الجهاز اللي هو الثاني الاشوي السيرفر الرئيسي عشان ما تتوهش مني السيرفر الرئيسي ده واخد اي بي دوت 100 والسيرفر الثاني واخد اي بي دوت 110 طبعا شبكة 192.168.1.0/24 تمام فنيجي هنا تاني هكريت بس هنا كده فولدر واسميه امبورت واحط السيرتيفيكتس بتاعتي هنا كوبي امبورت خلاص كده دي كده الخطوه اللي بعديها كوبي ذا تو سيرت فايلز للمسار ده حاضر على سي 2 بقى اد ذا روت سي اي سيرفر فايلز تو ذا لوكال ستور يوزنج ذا سكريبت فايل مش انا كبيرت شويه ملفات عايز احطهم بقى على اللوكال ستور بتاع السيرفر الثاني بدل برضو ما انا اعمل الكلام ده بايدي انا برضو مجهزه الاوامر بتاعتها في السكريبت ايه لا لا لسه عادي مش فارقة ترتيب هنا مش فارقة تمام فهاجي هنا على الجهاز التاني الأول بس أخد السكريبتات دي كوبي عشان هحتاجها برضو هناك قبل بس ما أرن السكريبتية إيديت هشوف بس نفس اسم الملف اللي عندي ولا لأ عشان بس يعني إيه ما يعمليش مشاكل
تحت امبورت واقارن كده. طبعا بشاور عليه بالمسار تحت سي تحت امبورت كده نفس اسم الشهادة بالظبط روت سي اي سي ار ال وروت سي اي روت سي اي داش سي اي سي ار تي. دي اسامي الشهادات اللي انا عملت لها دلوقتي امبورت اصلا من الروت سيرتيفيكت اوثورتي. تمام. هاجي بقى كده على السكرتيه دي كليك يمين او سوري دبل كليك. طبعا انا قايله لها بص الاخر بس عشان اتاكد ان كل حاجه عندي تمام كومبليتد سكسسفلي. تمام. الخطوه اللي بعديها انستول السيرفيس بقى على سي 2. حاضر. اد رول نيكست. وسطه هنا ايه سيرتيفيكت اوثوريتي سيرفيس نيكست وبرضه هسيبها على الديفولت مش هسطب اي حاجه تانية. نيكست انستول. وبعد ما يخلص الانستليشن برضه هنعمل لها كونفيجريشن بس المره دي وانا بعمل لها كونفيجريشن هختارها سب اوردنت وانتربرايز وسبورت. تمام. هوقف برضه لغايه ما يخلص. خلص اهو كلوز. نعمل له بقى كونفيجريشن كونفيجر نيكست. دي السيرفيس الوحيده اللي انا سطبتها. نيكست انتربرايز ولا ستاند الون؟ انتربرايز طبعا اتفتح عشان الجهاز ده ممبر بتوين. نيكست هختار ايه؟ سب اوردنت. نيكست. طب اكاري برايفت كي جديد ولا لا؟ اه جديد صح نفس الاوبشن. نيكست هسميه مثلا تي شوت ايشوينج سي اي. تمام. وقلنا الكومن نيم ده مهم جدا واخدين بالكم ديستنجوش سافكس هنا ظهر. نيكست سند سيرتيفيكت ريكوست. خدوا بالكم بقى من حاجه انا بخلي ده سب اوردنت من واحد تاني فلازم الاول يبعت له ريكوست السيرفر الرئيسي اللي هو روت سي اي يختمه له يوافق عليه. ابعت له السيرتيفيكت ده ازاي؟ ابعته له انا في حالتي على هيئه ملف لان ده ستاند الون مفيش كونكشن ما بيني وما بينه فبعته له على هيئه ايه؟ ملف. الملف ده هيبقى اسمه تحت السي اسمه ايشوينج سي اي تي شوت مش عارفه ايه الاسم الطويل دوت تريك ريك ريكوست. تمام. فانا هاخد الملف ده كده نيكست نيكست كونفيجر. وطبعا انا قلت له كلوز معلش كان في رساله كده في الاول يعني قبل ما اقول له كلوز على طول هو قفل فيديو في الحته دي وقرا الكلام هيقول لي ان السيرفيس مش هتقوم لاني لسه ما خلصتش الكونفيجريشن. ليه؟ المفروض ملف الريكوست ده اروح على السيرفر اللي هناك اختمه ويتوافق عليه وبعد كده ارجع احط هنا تاني الصف. تمام؟ يبقى دي الخطوه بتاعت كونفيجر. سيب السيرتيفيكت تو افايل. تمام؟ كوبي السيرتيفيكت فايل اللي هو الريكوست ده لسيرفر فايل 1. حاضر. هاجي اخد ده دلوقتي هنا كان تحت السي هو ده صح؟ هاجي بس على الروت سي اي تحت السي بتاعه ريفرش او اخد الاول ده معلش ده ملف اللي هو ايه؟ الريكوست احطه عندي على السي بتاعي انا خلاص كده. طيب الخطوه اللي بعديها بقى اوافق عليه ازاي؟ على سي اي 1 هفتح الباور شيل واكتب فيه الامر ده سيرت ريكويست سبميت سي 2 دو تي شو ده اسم ملف الريكويست ده اسم ملف ايه يا شباب؟ الريكويست بتاعي. حاضر. كوبي انا تقريبا اسم السيرتيفيكت بتاعتي متغير فهدخل هنا على الباور شيل هاخد الملف كله على بعضه مش عايز ياخده كوبي يعني امرين ليه نكتب سيرت ريكويست ماينس سبميت سيرت ريكويست ماينس سيرت ريكويست ماينس
سبمت كده ان انا كاتبه صح، وبعد كده اسم ملف السيرتيفيكت بتاعتي اتنين، احط الملف ده كده كله كوبي احدد له المسار كده واقول له ان السيرتيفيكت دي فين. لا لا ده اسم الملف بس، هحدد له بس الاول المسار. تمام اخواني، ما كنتش حددت له المسار يعني. قال لي طب مين هو السيرفر بتاعك؟ روت سي اي. اوكي خلاص كده. قال لي ماشي السيرتيفيكت دي دلوقتي حالتها بيندنج. حاضر يا عم، هروح داخله هنا على الاكتف دايركتوري السيرتيفيكت اوثورتي سيرفيس او كونسول. لو دخلت هنا على بيندنج هلاقي السيرتيفيكت اهي بيندنج. عشان اوافق عليها هكليك يمين عليها واقول له اول تاسك ايشو ولا ديناي. لو انا قلت له ديناي هتتحط تحت الريبوك صح؟ ايشو. لو جيت تحت هنا لقيت السيرتيفيكت لغايه دلوقتي تمام. ولو جيت هنا دلوقتي تحت السي كده خلاص هي ابروفد. هفتح الباور شيل تاني واكتب الامر ده عشان يكريت لي بقى ملف امتداده سي ار تي. ده ملف الريكوست بقى اللي انا هاخده واحطه على مين؟ على السيرفر اللي هناك. تمام. وخدوا بالكم من الرقم 2. جه 2 ده منين؟ رقم السيرتيفيكت دي بوافق عليها عن طريق رقم السيرتيفيكت. خلاص فياخد كده الامر ده كوبي واسمي الملف بتاعي وتيك كير من الفايل اكستنشن امتداده ايه؟ سي ار تي. انا اقول له هنا في الباور شيل اس فين الملف يعني؟ مش عايزه اكتبه بجد يعني. سيرت ريك ماينس ريتريف اتنين، وبعد كده اسم الملف بتاعي. لا ايه؟ لا لا ما كانش اتاخد كوبي، مش عايز ياخد كوبي من المكتب. بس المهم تاني ان الامتداد يكون ايه؟ الامتداد يكون سي ار تي. تمام؟ اوكي سبميتد ريتريفد ايشود. لو جيت دلوقتي هنا تحت السي تحت ادمنستريتور عشان بس اتنين ما بحددش المسار. تمام فهاخد الملف ده كده كوبي، ملف السي ار تي ده كوبي، واجي على هنا مثلا على السي تاني احطه بيست ونركز في الامتداد. الملف اللي انا انترستد فيه دلوقتي هو مين؟ السي ار تي. الريكوست ده خلاص انا مش عارفه. خلاص هكبر الملف السي ار تي على سي 2 تمام، واحطه جوه فولدر عندي بقى اسمه دي بي اي. مش معنى دي بي اي لان زي ما قلت لكم من شويه المفروض دلوقتي ان انا هسطب الاي اي اس سيرفر على سي 2 وابدا ان انا اكاري الفيرتشوال دايركتوري اسمه دي بي اي. تمام فهاجي على سي 2 كده واجي تحت السي اكريت هنا دايركتوري اسميه دي بي اي وانقل جوه الملف ده السي ار تي. خلاص على سي 2 بقى اول حاجه هبدا ان انا اسطب السيرتيفيكت اسطوري اللي احنا سطبناه. تمام هشغل بقى السيرتيفيكت اسطوري وابدا اعمل كليك يمين على اسم الجهاز اول تاسك واسطب السيرتيفيكت وبراوز عليها. براوز سي ار اي اللي هو اللي انا حطيتها تحت الفولدر اللي اسمه البي تي اي. تمام حاضر تولز سيرتيفيكت اوثورتي. بالمناسبه انا لو حاولت دلوقتي اعمل ستارت للسيرفيس هيدي ايرور. لو تاخدوا بالكم هي ستوب عليها نقطه سوداء اهي صح. لو حاولت اعمل لها ستارت دلوقتي مش هيشتغل. كليك يمين اول تاسك ايه هي ستوب لان حتى هذه اللحظه انا لسه ما عملتش انستليشن للسيرتيفيكت ريكوست اللي انا طلبته من سي اي 1.
تمام. فاجي انا اقول له ايه زي ما اتفقنا انستول فين الملف تحت السي تحت بي كي اي تمام. وهعمل بس هنا اصر هنا الاكستنشن 509 لان قلت لكم دلوقتي التمبلت بتاعتي ايه او الستاندرد بتاعي 509. كده عملت لها براوز خلاص ريسبوندنج ماشي كده اشتغلت تمام. الخطوه اللي بعد كده هراني السكريبتيه الرابعه نشوف بس كده السكريبتيه الرابعه دي فيها ايه. اديت المفروض دلوقتي ان انا هريجستر السيرتيفيكت عندي والمفروض كمان ان انا يعني برن نفس الخطوات بالظبط اللي انا عملتها على السيرفر الاولاني بمعنى ان انا هغير مكان الاي اي اي والسي تي بي او السي ار اي تمام. وبعد كده هستوب السيرفيس واشغل السيرفيس تاني وكتبت برضو في الاخر بوست كده عشان اتاكد ان السكريبتيه بتاعتي هتشتغل تمام. نيجي كده على السكريبتيه الرابعه دبل كليك ستارتنج سكسسفلي كل حاجه كده مشي تمام ريفرش السيرفر بتاعي كده ايه تمام. ولو حاولت مثلا ان انا اعمل له ستوب قول تاسك ستوب نشغله تاني ستارت المفروض ان هو دلوقتي هيشتغل تمام من غير اي مشاكل خالص تمام كده الدنيا عندي سليمة. اخر حاجه ناقصاني بقى ان انا بس هسطب الاي اي اس سيرفر وبعد كده هشغل جواه البي كي اي. احنا قلنا ان انا هكريت فيرتشوال دايركتوري تمام. فادرول نيكست نيكست هسطب هنا الويب سيرفر اي اي اس نيكست وهسيب كل حاجه هنا على الديفولت مش هغير اي حاجه خالص. انستول بعد ما يخلص انستليشن بقى نرجع نكمل. بعد ما اخلص تولز اي اي اس هاجي بس هنا كده احنا عارفين طبعا ان انا مجرد ما بسطب الاي اس بيرمي عندي ديفولت ويب سايت ديفولت ويب سايت. هكليك يمين اقول له اد فيرتشوال دايركتوري واسميه مثلا بي كي اي وبراوز على الفولدر اللي انا حطيته تحت السي اللي انا سميته بي كي اي اوكي تمام. ناقصني بس اخر خطوتين. اول حاجه هظبط عليه البرميشنز اديت برميشنز سكيورتي اديت اد هضيف هنا سيرت سيرت بابليشر الجروب اللي اسمه سيرت بابليشر تمام واديله موديفاي تمام ابلاي. اخر حاجه هقف على مستوى البي كي اي وادخل هنا على ريكويست فلترنج دبل كليك ونفس التابه اللي انا واقفه عليها فايل نيم اكستنشن هاجي هنا اقول له اديت فيتشر سيتنجز واحط علامه الصح دي اللاو دبل سكيلينج. ايه اللاو دبل سكيلينج ده بقى؟ دلوقتي اليوزر لما يكونكت على اليو ار ال بتاعت دلتا سي ار ال اليو ار ال بتاعت دلتا سي ار ال بيبقى فيها علامه زائد فده كده سبيشال كاركتر فعشان كده لازم اساسا اعمل انيبل للفيتشر ده دبل سكيلينج عشان اليوزر اصلا يقدر يكونكت على اليو ار ال اللي فيه سبيشال كاركتر ده تمام. كده خلاص احنا خلصنا السيرفر ده. المره الجايه بقى هنوقف كده النهارده ان شاء الله والمره الجايه ان شاء الله هنبدا نتعلم ازاي ان انا اشغل بعض الابلكيشن على السيرتيفيكت اوثورتي سيرفر. انا كده قومت السيرفر استفيد منه بايه؟ نبدا بقى نقوم مثلا ويب سيرفر سكيور يعني هنشغل في شويه ابلكيشنز بقى على السيرتيفيكت اوثورتي سيرفر. اقدر بقى ساعتها اجي على روت سي اي ده واعمل له شوت داون خلاص اقدر اعمل له كده شوت داون خلاص لان انا اخدت منه السيرتيفيكت اللي انا عايزاه. في اي مشاكل الاشنج سي ايه بقى المره الجايه كده ان شاء الله هنبدا نتعلم ازاي ان انا استخدم السيرتيفيكت اوثوريتي ده اعمل بيه ايه تمام.